شغلت هواية مناصب، وين تلقى نفسك بهذه المجالات والاختصاصات كلها؟ لم يأتي وزير لوزارة الثقافة لليوم يصلح أن يدير وزارة الثقافة. من يذكر اسمك متهم بالإلحاد، يبوق إيه، يسرق إيه، يتزوج خمسة إيه، يتزوج عشرة بالمتعة إيه، كل ذني إيه. ومن يجلسون الآن تحت قبة البرلمان نسبة كبيرة منهم بالباطل. أنا لست ضد الإعلام الحر، الإعلام الحر قضية أساسية في النظام الديمقراطي. أنت قامة فنية وأنت موسوعة بين الفن والسياسة. قناة الرشيد تعرف أنه أنا فايز، أنا ما يجيني معمم متخلف يعلمني بديني.